كتعتبر الفلاحة من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المغربي، حيث كتساهم في خلق فرص الشغل والثروة، وكتعتبر معدل إنتاج الفلاحي عنده ارتباط كبير معدل النمو في البلاد. وهنا واجب علينا نذكره باللي الفلاحة كتشغل 40% من اليد العاملة في المغرب. وصلت المساحة المزروعة في بلادنا ل 8,700,000 هكتار عام 2019، و 30% من الفلاحين كيملكوا 70% من هذه المساحة. ولكن الفلاحة في المغرب تتطور في ظروف صعيبة بسبب تغيرات المناخية اللي كتسبب في الجفاف، زيادة على الممارسات غير المسؤولة اللي كيسبب لنا مشكل تصحر. هاد الوضعية إلا ربطناها مع متطلبات الفلاحة العصرية اللي كتحتاج الماء بكثرة، كنلقاو راسنا قدام تحديات كبيرة، حيت هاد الفلاحة كتستعمل مواد كيماوية بكثرة باش تكثف من الإنتاج الفلاحي، وكتشكل خطر على صحة الإنسان وعلى التنوع البيولوجي، وكتهدد المورد الرئيسي اللي هو التربة. هاد التربة اللي كتنقص عام على عام كيدفع الفلاح باش يستعمل بكثرة الأسمدة الكيماوية. هاد الممارسات منعت الفلاحة تزيد القدام وكتضر كتر ما كتنفع، هادشي علاش كتبقى حماية التربة وتحسين الجودة ديالها مهم وضروري باش نوفروا الأجيال اليوم وغدا أرض صالحة على الدوام ونضمنوا لهم الأمن الغذائي. في إطار برنامج ترانسوم أفريكا اللي كيهتم بالتحولات الاجتماعية والتحولات البيئية في أفريقيا وبشراكة مع لوريام، قمنا بهذا الفيديو هذا اللي غادي تشوفوه واللي كيهتم بالمبادرات ديال الفلاحين اللي كيحافظوا على الطبيعه من خلال الخدمه ديالهم في الارض، وكنهتموا بالخصوص على المبادرات اللي كتهتم بالفلاحه المستدامه. كنعيش حاليا ظروف صعبه، الشتاء كتنقص عام على عام بسبب التغيرات المناخيه، والفلاحه كيعانيو كثير هاد الاعوامات الاخيره من الجفاف. داكشي علاش الفلاحه الايكولوجيه والفلاحه المستدامه هما الحل لهاد الظروف الصعبه. الفلاحه الايكولوجيه كتستمد مجموعه ديال الاشياء اللي هي كاينه في الغابات الطبيعيه، دونك خصنا غير نراقبوا شنو كيوقع في الطبيعه، ونحاولوا اننا نديروا نفس الشيء بالنسبه للفلاحه الايكولوجيه، وخصنا نحترموا جميع الكائنات الحيه اللي كاينه. مثلا بحال دابا ديدان الارض عندهم واحد الدور مهم، لانهم هما اللي كيهويو لنا الارض وكيغديوها. بالنسبه مثلا النحل عنده دور مهم، انه كيساهم في التلقيح، وبلا نحل غتكون المردوديه قليله، والفطريات اللي عندهم دور مهم كذلك في التربه لانهم كيساهموا في انتاج الذبان. دونك الغرض من هذا الفيديو هو التحسيس ديال الفلاحه المجموعه ديال الطرق اللي خصهم يعتمدوها باش يخدموا على تربه حيه. باش نفهموا ضروره الاشتغال على التربه الحيه، نشرحوا اولا شنو كتعني التربه الحيه. ملي كنهضروا على التربه الحيه كنقصدوا الماء والهواء والنسبه ديال الكربون والازوت الضروريه في التربه. ملي كيتخلط الطين بالمواد العضويه كيتصاوب مركب الطين الذبالي اللي هو الدليل الرئيسي على خصوبه التربه، حيت في الاخير كنحصلوا على تربه كتحافظ على الماء والمواد المعدنيه ومهويه مزيان، وهاد التربه هذه كتشبه الكسكسو. ملي تنتكلموا على التربه الحيه عندنا خمسه ديال المبادئ اللي تنعتمدوا عليها. المبدا الاول هو كيف تشوفوا تنويع ولا تنوع النباتات، يعني ما كانش غير الخضر، غنجبروا اشجار مثمره، غنجبروا اشجار غبويه، غنجبروا نباتات عطريه، غادي نجبروا واحد التنوع ديال النباتات. المبدا الثاني هو اننا ما تنعفصوش في اي مكان، يعني ملي تنكونوا تتمشوا في الممر، يعني دائما في الضيعه ديالنا خص يكون ممرات باش ما نعفصوش، باش الحياه اللي في الارض ما تهربش. بل الا بغينا نفتحوا شويه الارض يعني يكون نهويوها، يلا ممكن يعني بحال تنخبشوا، نقولوا تنخبشوا. هذا المبدا الثالث. المبدا الرابع هو اننا تنرضوا الارض داكشي اللي خدينا ليها. دونك الماده العضويه، شنو الماده العضويه؟ يعني يمكننا نستعملوا الغبار الطبيعي اللي تنكومبوستيو، دونك اللي تنخدموه، ماشي تنقبطوا الغبار هكذاك وتنديروه، نو اللي تنخدموه
تنخدموا بنباتات تنخلطوا، يعني دائما عندنا الطبيعه هي الدرس ديالنا، هو اللي داكشي اللي تيدار في الطبيعه، يعني اللي تيدار طبيعيا بحال الدبال الغبوي مثلا. فهذاك الغبار تنضيفوه، ماشي غير الغبار اللي تنضيفوه، بل حتى مثلا الا خدينا مثلا بحال الخص، الا قطعنا الخص يعني تناخذوا الجهه الفوقانيه، ولكن الجذور تنخليهم يموتوا في الارض، باش دائما تكون واحد الحياه في الارض اللي تستمر، لان هذا هو الحياه، هي هذه، هو ان كل حاجه يعني تناخذوا من الارض، ولكن خصنا نعاود نردوا للارض باش تبقى دائما الحياه. وخامسا كيف تتشوفوا تنغطيو، ممكنش الارض تكون عريانه، يعني من غير الممر، وعاد تنتمناو يعني يكون كان عندنا الماده يعني باش نغطيو، ولا بدا الارض خاصها تكون مغطيه. الو ممكن ليها تغطى بالاوراق اليابسه ملي تطيح، ممكن ليها التربيع اللي تنحشو اللي ما تنستعملوش، ممكن له حتى هو ممكن نعاودو نضيفوه، او التبن حتى هو تنستعملوه. وفي نفس الوقت هاد النباتات اللي تنغطيو بها، ولا هاد الربيع اليابس اللي تنغطيو به، من بعد هو من نفسه تعاود يرجع للارض وتعاود يرد الحياه للارض. الو شنو الفرق ما بين تربه حيه وتربه ميته؟ تنكونوا فوق الارض، يعني تنكونوا غاديين، يقدر نشوفوا واحد الجهه اللي ما فيها اشجار، ما فيها نباتات، في واحد الوقيته اللي فيها درجه الحراره مرتفعه، اللي كاين الجفاف، ما كاينش الماء، ما كاينش السقي، تنقولوا بان الارض راه هي ميته. شنو اللي تبين بان هذيك الارض ماشي ميته؟ هادشي اللي تتشوفوا هنا في هاد الجهه. وعلاش هاد التربه حيه في هاد الجهه اللي يعني الماء ما تيتشدش؟ الا جينا نشوفوا لان كاينه معقبه، تتشوفوا بان كاينه الماده العضويه، لان كاين اوراق، كاين عواد، كاين شويه ديال التبن اللي منزلين هنا بعد شهور، ولكن غير تحت الشتا تتشوفوا بان يرني هاد النبته طبيعيه اللي عندها واحد البصيله في قلب الارض، تتشوفوا بان حياته طلعت. هادشي تبين بان التربه حيه، كون ما كانش التربه الحيه ميمكنش مور الشتا يعني هاد النباته الطبيعيه تعاود تنوض. وإلا تعرات التربه ما بقاو لا اشجار لا نباتات لا ماده عضويه، فالتربه بحال المخلوق، يعني تتقدر تموت. للحصول على التربه الحيه والحفاظ عليها كاينين واحد ثلاثه الركائز الاساسيه اللي يمكن نعبروا عليهم على شكل مثلث، واللي هما اولا التربه بحد ذاتها والاشجار اللي كيديروا الظل وكيمنعوا التبخر وكيشدوا الماء، اللي هو عنصر مهم باش نحافظوا على حياه التربه. واش ممكن نرجعوا لحياه الارض؟ اي ان ننتقلوا من تربه اللي هي ميته فعل مجموعه ديال العمليات الغير مسؤوله، لواحد التربه اللي هي حيه غنيه بمتعديات والكائنات الحيه. ممكن اننا نرجعوا لحياه الارض، وهذا كيخصنا نتبعوا مجموعه ديال الخطوات اللي كنستمدوهم من الطبيعه ومن الغابات المتوازنه. اول خطوه كيخصني نقوم بها باش نحافظ على التربه ونزيد من الحيويه اللي فيها، هي انني نحبس كاع الانشطه ديال الحرث اللي عندي في التربه ديالي. علاش؟ لان 80% ديال الكائنات الحيه اللي كتعيش في التربه كتعيش في 5 سنتيمتر الاولى ديال التربه، وبالتالي اي عمليه ديال الحرث غتؤدي ليا الموت ديال هذه الكائنات. ولكن باش نحبسوا عمليه الحرث في السنوات الاولى، يمكن اننا نهويو الارض وننفسوها بلا ما نقلبوا الطبقات ديالها ونقتلوا الكائنات. ولهذا ممكن اننا نخدموا بالمدره اللي تقدر تهوي لنا الارض بلا ما نقلبوها، ولا نقدروا نستعملوا لاغرولينات اللي هي مدره اللي عندها عرض اكثر. وهكذا ممكن اننا نهويو الارض بدون ما نقلبوا الطبقات ديالها، وهكا كنحافظوا على الكائنات الحيه خصوصا في السنه الاولى ديالنا، حيث من بعد الكائنات الحيه والجذور ديال النباتات هما الذي بداو يقوموا بهذه العمليه. وطبيعه الحال الا بغينا نسرعوا العمليه، ممكن اننا نصايبوا واحد الاداه اللي دايره بحال المدره وهي عريضه بهذا الشكل هذا، لا تساعدنا نديروا نفس العمليه. بالتالي كنهويو الارض بلا ما نقلبوا الطبقات ديالها، وهكا كنحافظوا على الحياه ديال الكائنات
اللي في التربة. ثاني خطوة كنقوم بها باش نرجع لحياة الأرض هي زراعة السماد الأخضر اللي كيساهم في تهوية التربة وتخصيبها. هاد السماد الأخضر كتكون من خليط ديال بذور القطنيات بحال الفول والجلبانة والبرسيم والزغيبة والحلبة، بالإضافة لبعض الحبوب بحال الشعير والخرطال والقمح اللي كنزرعوها بمعدل من 30 حتى 60 غرام كل متر مربع. كما أننا كنحرصوا على تغطية التربة مباشرة من بعد عملية الزرع. ثاني حاجة هي أننا كنحميو الأرض بواحد الغطاء يقدر يكون عبارة على جبن أو لا قش أو لا هذوك الأعشاب اللي كينوضوا عندي هما اللي كنصايب منهم هاد القش، عوض ما نحاربهم نحرقهم أو نلوحهم هما كيعطيوني واحد الغطاء نباتي اللي كيتحلل كيسمد لي الأرض. وهذا الغطاء هذا هو اللي كيحميني من الشمس اللي كتبخر الماء، كذلك من الشتاء اللي كتقدر تأذي التربة، وكتغذي ليا الكائنات المجهرية اللي كتفضل أنها تعيش في واحد البلاصة اللي فيها الرطوبة وبعيدة على أشعة ديال الشمس. وهنا شهر بالضبط بعد ما زرعنا هذاك الخليط ديال السماد الأخضر، العملية الإنبات عندنا الكلية خدمات، وهنا كتبدا لنا عملية ديال تثبيت الأزوت بهذاك الجذور ديال البقوليات الفول والجلبانة اللي درنا والحلبة إلى غير ذلك. وبطبيعة الحال المجموعة ديال الحبوب اللي درناها بحال الشعير والخرطال كتبدا حتى هي بعملية تثبيت ديال الكربون اللي مهم لنا للتربة. هذه العملية ديال التثبيت بطبيعة الحال كتتم عن طريق واحد العلاقة اللي كتربطها النباتات مع البكتيريا اللي كتكون عندي في التربة، وبالتالي كل ما حافظت على التربة ديالي كل ما كتزيدوا هاد التفاعلات اللي كتاخذ لي الأزوت من الهواء وكتاخذ لي الكربون من الهواء باش تثبتوا لي في التربة. وبأسبوع ولا أسبوعين مورا عملية ديال الحش ممكن أننا نغرسوا مباشرة وسط داك القش المزروعات اللي بغينا نغرسوهم لهذا الغرض، خصوصا المزروعات اللي كتبغي الأزوت بحال السلق أو الخص ليشو إلى غير ذلك. وهكا كنلاحظوا بأن سمدنا الأرض بطريقة اللي هي طبيعية بلا ما نشريو أسمدة كيماوية ولا حتى عضوية خارج المزرعة. هذا السمد الأخضر بطبيعة الحال الجذور ديالو غادي تساهم ليا في تهوية ديال التربة وتغذية التعضية المجهرية وكذلك تخصيب التربة حتى في العمق، والبقايا اللي جاتني على السطح غادي تساهم في التغطية ديال السطح باش تولي التربة تحتفظ بالماء لمدة أطول، وكذلك مني كتحلل كتغذي لي التربة من السطح. من بين التقنيات الأخرى اللي نقدروا نستعملوها باش نغطيو التربة وباش نحميوها ونغذيوها في نفس الوقت، ممكن أننا نستعملوا البقايا ديال الخضار بعد ما كنجنيوها ونرجعوها للتربة. هكا تقدر في نفس الوقت غادي تغذي لنا التربة والكائنات الحية اللي كتعيش فيها، وهكا ممكن أنها تزيدنا من السمكة ديال داك الغطاء النباتي. زيد على ذلك حتى الأعشاب العشوائية أو اللي كتنوض عندنا في المزرعة ممكن كذلك أننا نستفدو منها، يا إما نقطعوها ونحطوها أو لا ممكن إلا نط عندنا في البلاصة ديال المزروعات أننا نقطعوها ونخليو جذر في الأرض، هكا كتقدر تزيد تساهم لنا في التهوية وتخصيب ديال التربة. تعتبر السماد العضوي والسائل من بين المحفزات الأساسية اللي كتمكننا باش نعود نحييو الأرض اللي مات. هذا النوع ديال الأسمدة يمكن صيبوه باستعمال البقايا ديال المطبخ والبقايا ديال الخضر والأعشاب اللي عندنا في الحقل ديالنا. نزرع لي الشو مع الليتي مع شلاضة. الاختلاف بيناتهم هو اللي الشو كيبقى 3 شهور عاد تيوجد، ولا سلاد يعني الخس تيبقى واحد شهر وعشر ايام عاد تيوجد. كاين واحد الفرق بيناتهم، وكنديروا واحد المسافه بيناتهم باش كل نبته كتاخذ الحق ديالها، والهدف من هذا الشيء باش نعاود نردوا الحياه للارض، وتنعاودوا الطياج ديالنا نردوا لبلاصتو، وما تنعاودوش نقلبوا الارض، تنعاودوا نفلحوا كل خطره نفس لي بلونش. يعني ماشي ساهل باش تخدم نفس الارض، لو ما كانش حيه ما غتخدمش نفس الارض، خاصك تغير، لان الاحترام لا غوطاسيون اللي كنديرو والاحترام يعني التربه اللي تنعاودو نردو لها داكشي ديالها
هو اللي كيخلينا كنفلحوا في نفس التربه، لان احترمنا التربه، لان احترمنا داك الشيء اللي خدينا من الارض عاود رديناه. بالنسبه لاي نبات بحال عندنا لوبيرجين، يعني التنجال، ماشي كناخذوا الغله وتلوحوه، لا كناخذوا الغله وتنعاودوا نردوه للارض. وداك الشيء علاش تنعاودوا نفلحوا في نفس الارض، يعني وتتكون المردوديه مزيان الحمد لله، يعني ماشي سهل باش اللي ما كنغيروش الارض. النظره الشموليه اللي كتدمج ما بين النظام الغذائي ديال الانسان مع النظام الزراعي كتعتمد على ان التربه هي اصل الحياه، فاذا كانت التربه ضعيفه ما يمكنش ننتظروا منها باش تعطينا نباتات ولا ماكولات من اصل حيواني اللي هي مغذيه، بل غادي تعطيها حتى هي ضعيفه. مع الاسف ان الفلاحه كيفاش طبقات لحد الان بالطريقه المكتلفه العصريه كتستعمل المبيدات كثيره، وهذه المبيدات هذه كتقتل الحياه اللي كاينه في التربه. شنو هي الحياه اللي كاينه في التربه؟ هي الميكروبات، هي الحشرات، هي الدويدات اللي كنلقاو، والطفيليات كذلك اللي كيلعبوا واحد الدور كبير في الفلاحه. ملي المبيدات كتقتلهم، من بعد كيبقاو في داك النباتات اللي غادي ياكل الانسان، كيبقاو فيها بقايا اللي كنسميوه بقايا المبيدات. هذيك بقايا المبيدات كتقتل الميكروبات في جسم الانسان. هاد الميكروبات اللي هي صالحه في جسم الانسان واللي كنسميوها اليوم كلشي كيسمع عليها كتسمى الميكروبيوت، هي اللي كتوقيه من الامراض، هي اللي كتقوي المناعه ديالو ضد الامراض. ملي كناكلوا هذا النظام الغذائي بهذا الشكل هذا، ما يمكنش ننتظروا بان الانسان ما يكونوش عنده امراض. فمثلا هذاك الميكروبيوت شنو هو الدور ديالو؟ هو ان مثلا ملي كناكلوا شلاضه، راه الميكروب في الحقيقه اللي في المصران ديالنا هو اللي كياكل هذيك الشلاضه وكيخرج لنا منها المغذيات اللي كيستافد منها جسم الانسان. المشكل دابا اللي واقع واللي كيقولوا لنا عليه خبراء ديال الامم المتحده، هو ان الاراضي الخصبه في العالم تقريبا انعدمت ولات غاديه وكتقل، بحيث ان الدراسات الان كتاكد بان من دابا 60 عام يمكن غادي تنعدم هذه الاراضي الخصبه. اذا الى انعدمت الاراضي الخصبه غادي ينعدم الامن الغذائي. الى انعدم الامن الغذائي يعني ان غيولي فقر، وهذا الفقر غتبعوا الهجره، وحنا عارفين المشاكل اللي غادي يجيبها هذا الشيء كله بالنسبه للانسانيه وبالنسبه للكره الارضيه. اذا اشنا هو الدور ديالنا؟ لا حنايا كمستهلكين ولا الفلاحه. الفلاحه الدور ديالهم انهم يعيدوا الحياه لهذه التربه. الدور ديال المستهلك هو انه يساند هذه الفلاحه، ولو ان يكونوا مثلا الاثمنه شويه مرتفعه شويه، يعني يساندهم، وفي نفس الوقت ملي يختار الاكل ديالو يختاروا من نباتات جايين من هذا التنوع البيولوجي ومن هذه الفلاحه اللي مطبقه بهذا الشكل، ولا اختارهم من اصل حيواني يختار الحيوانات اللي هي كتمشي كتربى عن طريق الرعي، ماشي مسدود عليها في الكوريات. اذا حنا عندنا امل بان بالتضامن ما بين المستهلك والفلاح، وهنايا كنشوفوا بان كاين مبادرات في المغرب وعبر العالم كتخلينا ان يكون عندنا امل بان هذه الطرق هذه غتؤدي الى اعاده الحياه للتربه، ولكن خصوصا اعاده المكانه اللي كتستحقها الفلاحه في تحقيق الامن الغذائي للانسانيه كلها، ولكن من دون ما تقيس البيئه، من دون ما تقضي على البيئه. هذا الفيديو تنتج في إطار شراكة بين الشبكة المغربية لمبادرة الفلاحة الإيكولوجية غيام ومؤسسة إنغيش بول الألمانية، بغرض تحسيس الفلاح بالطرق الفلاحية المستدامة اللي كتحترم المعايير البيئية وكتساهم في تحسين المدخول ديال الفلاح.